ثلاثة أشياء ما أحب أشوفها عندي في المكتب وراح أقضي عليها ضربة واحدة. الغضب. أنا قلت لك مو حراق. مو شغلك ليش ما أحب الحراق؟ أنا ما أحب الحراق. العنصرية. سلم. أوف 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 وش ده التناسق الرهيب. تحس ينفع زي مع بعض مسلسل نسميه الليل والنهار. والتنمر. لا يا أخي جدد يا أخي. لا يا أخي جدد يا أخي. قوية. والله القوي الجل اللي في شعرك. ممكن نضيف البخل؟ لا تفلسف. هي ثلاث أشياء. تبغى تبخل ابخل على نفسك وانحف. ثلاث أشياء: الغضب، العنصرية، التنمر. بس.